بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم. وعن صفوان يعني ابن عمرو قال: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح ابن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض. قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. وعن أبي ذر قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، فقال: يا أبا ذر، تدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها، فذلك مستقرها. ثم قرأ: والشمس تجري لمستقر لها. سورة ياسين، وما جاء فيها من أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، منها حديث لمعقل ابن يسار ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف فيه مجهولان، فننبه على ضعف الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث قلنا إنه حديث ضعيف، قال فيه: ياسين قلب القرآن، ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له. وقلب الشيء معنى لب الشيء وخالص الشيء، وقيل يعني لاحتوائها مع قصر هذه السورة على براهين ساطعة وعلى آيات قاطعة وعلوم عظيمة ومعاني دقيقة في هذه السورة، وفيها ذكر الدار الآخرة وذكر الجنة وذكر النار، فيعني توصف بذلك بأنها قلب القرآن. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها، ولكن هذا مشهور عند المفسرين بأن ياسين قلب القرآن، لكن لم يصح فيها حديث. قوله فيها: واقرؤوها على موتاكم، أيضا في هذا الحديث ضعيف، إنما الظاهر أن لهذا المعنى أصل، الظاهر أن لهذا المعنى أصل. في حديث التالي روى الإمام أحمد بإسناد صحيح، إلا أن فيه مشيخة من التابعين، ذكر مشيخة، قال صفوان ابن عمرو: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي. مشيخة يعني مجموعة كانوا من التابعين، فهم مجهولون، ولكن تنجبر الجهالة بعددهم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وصحح إسناد هذا الحديث. قال غضيف، وغضيف صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مات سنة 64، حاجة و60 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حضروا حين اشتد سوقه، فقال أو حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ يعني وهو بيموت غضيف بن الحارث، طلب حد من الجالسين إذا كان يقرأ سورة ياسين إنه يقرأها. فقرأها صالح ابن شريح، واحد من التابعين كان حافظا، فقرأها. فلما بلغ 40 منها قبض، فلما بلغ 40 منها قبض، يعني كأنه ببركة قراءة هذه السورة خفف عليه فقبض، كأنه اشتد سوقه طال خروج روحه، اشتد سوقه وكأنه تألم في خروج الروح، فطلب حد يقرأ سورة ياسين فقرأها، فلما بلغ 40 آية منها قبض الصحابي رضي الله عنه. قال: فكان المشيخ يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها.
هنا الغرض أن هذا الصحابي طلب من يقرأ سورة ياسين وخصف هذه السورة، فكأنه عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة مما يخفف عن الميت بقراءتها وهو في السوق وليس بعد وفاته، وليس بعد الوفاة، ولكن في السوق يعني في خروج الروح يخفف عنه بقراءتها. أما بعد الوفاة فلا تختص سورة معينة بقراءتها للميت، وإنما مهما قرأ من القرآن وأهدى ثوابه للميت اختلف العلماء على قولين فيه. فالشافعي أنه يقول أنه لا يصل ثواب القراءة للميت، والجمهور يقولون يصل ثواب القراءة ممن يقرأ للميت. فهنا الأمر أنه إذا أهدى إنسان قرأ سورة من القرآن ووهب ثوابها للميت، كأن يكون قريبا للميت، ابنا للميت، أخا للميت، فقرأ ذلك، هنا هل يصل ولا لا يصل؟ والجميع متفقون على أنه مسألة عمل شاذر يجيب واحد يقرأ للميت هذه ما هيش دخل في هذا الشيء، وإنما هذه دخل في باب البدع والضلالات. لكن إن إنسان يقرأ لقريب له قرأ سورة من القرآن ووهب ثوابها للميت، فهل يصل ذلك ولا لا يصل؟ فمن يقول لا يصل يقول الله عز وجل يذكره أن ليس الإنسان إلا ما سعى، وهذا ليس من سعيه. من يقول أنها تصل إليه وهم الجمهور قالوا الصوم عن الميت، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات عليه صوم صام عنه وليه، فإذا وصل الصوم وهو عبادة فليصل غير هذه العبادة ممن يهبه للميت، ورحمة الله عز وجل واسعة عظيمة، وإذا وصل الدعاء فليصل غيره من قراءة وإهداء الثواب على الراجح من كلام أهل العلم في ذلك. فهنا مسألة قراءة سورة ياسين هي في سوق الإنسان، يعني وهو بيحتضر في طلوع روح الإنسان تقرأ فيخفف عنه بقراءة هذه السورة. يقول ابن العربي المالكي ويذكر هذه السورة بقصة حدثت له هو، يقول تتأكد قراءة سورة ياسين وإذا حضرت موت أحد فقرأ عنده ياسين. ويذكر هو عن نفسه قصة، يقول مرضت وغشي علي وعددت من الموت، يعني أهله اعتبروا أنه ميت خلاص، فيقول فرأيت كأنه هو مغشى عليه مش ميت، ولكن أغشي عليه واعتبروا كأنه مات، فهم جالسين يبكون عليه. وبعدين يقول هو فرأيت قوما كرش المطر يريدون أذيتي، يعني هو وهو في غشيانه وجد في رؤية هذا الشيء، كأن قوم عدد ضخم جدا من الناس يريدون أذيته. قال ورأيت شخصا جميلا دفعهم عني حتى قهرهم، فقلت من أنت؟ قال سورة ياسين. قال سورة ياسين ده هو مغمى عليه وهم يظنونه ميتا. قال فأفقت فإذا بأبي عند رأسي وهو يبكي وهو يقرأ ياسين وقد ختمه. هنا في القصة أنه أبوه يعتبر ميت فبيقرأ عليه سورة ياسين، يعني يخفف عنه، يعتبر أنه بتطلع روحه فبيخفف عنه، فهو رأى هذا الشيء فرؤيا صالحة فيها شيء من البشارة بفضل هذه السورة أن تقرأ عند الإنسان الذي يحتضر. ويكفي الحديث السابق الذي جاء عن الصحابي أنه طلب من يقرأ هذه السورة عند الوفاة، فعلى ذلك يجوز أن يقرأ للميت من قرآن ما شئت من قرآن أو هذه السورة لبركة القرآن وبركة هذه السورة. من الأحاديث اللي جاءت في فضل هذه السورة هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم رواه الإمام أحمد هنا عن أبي ذر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، وجبت معنى سقطت يعني في وقت الغروب غربت الشمس، فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أبا ذر عن طريق السؤال والجواب، فقال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرها، ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها.
الآية يذكر ربنا سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى الشمس تجري في فلكها في هذا الكون حتى تصل إلى مستقرها اللي يفسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه موضع سجودها فتسجد لله سبحانه وتبارك وتعالى. يعني إذا جاء الليل سجدت الشمس لله رب العالمين، غربت الشمس وسجدت لربها، ثم تطلع من حيث شاء الله سبحانه من مشرقها. هذا في كل يوم، فالشمس ساجدة لله سبحانه وتبارك وتعالى، تغرب ولا تزال تجري حتى تقرب من مكانها فتسجد لله عز وجل بسجود لا نعلمه، ولكن أثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسجد. والله عز وجل يخبرنا أنه إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه مخلوقات خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، مطيعة لربها من وقت خلقها حتى يفنيها سبحانه تبارك وتعالى. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. شوف المناسبة بين هذين الاسمين وفعل الله سبحانه تبارك وتعالى. الله يجري هذه الشمس بعلمه سبحانه تبارك وتعالى، العلم العظيم الدقيق، الله عليم سبحانه. لا تقدر الشمس مع قوتها وسرعتها ومع لهيبها، درجة حرارة الشمس في الغلاف الخارجي منها يوصل ل6000 درجة مئوية، في داخل الشمس في مركزها يصل إلى 6 مليون درجة مئوية. هذه الشمس الفظيعة في حرارتها الله عز وجل سخرها سبحانه تبارك وتعالى، ويذكر ذلك تقدير العزيز الغالب سبحانه. الشمس بقوتها الهائلة وبسرعتها في جريها، بسرعة قد إيه تجري هذه الشمس؟ شمس يقولون تجري 12 كيلو متر في الثانية الواحدة، مش في الدقيقة، في الثانية الواحدة بتجري الشمس بهذه السرعة العظيمة، 12 كيلو متر في الثانية الواحدة. فالشمس تجري بحرارتها بقوتها، والله عز وجل يسخرها فتأتي مزعنة إلى ربها سبحانه وتسجد تحت عرش الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. ولا يشترط أن تكون تحت عرش الرحمن أنها مباشرة تحت عرشه، ولكن كل خلق الله عز وجل تحت عرشه، فالسماوات فوق الخلق، السماوات كالقبة فوق الخلق، 7 سماوات، وفوق السماوات كرسي الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفوق ذلك عرش الله عز وجل، والله فوق العرش سبحانه وتبارك وتعالى، استوى على عرشه. فكل شيء تحت عرش ربنا سبحانه وتحت سماواته سبحانه. فالشمس تسجد وكأنها لها سجود في كل مكان وفي كل بلد تغرب فيه الشمس، ثم ستشرق في اليوم التالي، تغرب وتسجد لله سبحانه وتبارك وتعالى، وتشرق كأن لها سجود لله سبحانه وتبارك وتعالى متواصل، تسجد مطيعة لربها سبحانه وتسجد سجودا حقيقيا الله أعلم بكيفيته. الشمس تجري لمستقر لها، فالشمس تجري في هذا الكون العظيم الذي كل شيء فيه يجري ويدور ويلف، كل شيء في هذا الكون يجري، ويجري بطريقة عجيبة جدا، جريان الأشياء ودوران الأشياء تدور عكس عقرب الساعة، كل شيء يجري. الشمس تجري بهذه الصورة، الأرض تدور حول نفسها بهذه الصورة، القمر يلف بهذه الصورة، كل المجرات تجري بهذه الصورة، المسلم يدور بهذه الصورة إذا طاف بالكعبة، نفس هذه الصورة اللي عليها الكون كله تدور حوالين الكعبة، تدور تطوف عكس عقرب الساعة، تدور يبقى عاطي الكعبة جنبك الشمال وأنت تدور حول الكعبة موافقا للكون كله في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر له منازل ينزل فيها يسمونها البرود، ينزل في المكان الفلاني وهو في دورته المتعرجة. الشمس ما بيلفش دورة دائرة كاملة ولكن يتعرج فيها، فينزل في منزل من منازله، كل 13 يوم ينزل في منزل من المنازل. يجري القمر بسرعة أكثر من سرعة الشمس، يقولون القمر يجري بسرعة 15 كيلو في الثانية الواحدة القمر. والأرض التي نحن عليها ليست ثابتة ولكن تجري أيضا قالوا بسرعة 12 كيلو في الثانية الواحدة. الأرض تجري بهذه السرعة،
في الثانية الواحدة 12 كيلو تجريها الأرض، وتدور الأرض حول نفسها، والقمر يدور في مكانه وفي مسيره، ما هيش دائرة كاملة ولكن دائرة متعرجة فيها، يلف وينزل في منازله، والشمس أيضا تجري لمستقر لها. ده الشيء الذي نحن فيه ونستشعره، القمر والشمس والأرض. غير ذلك من الكواكب ومن النجوم، كل شيء يجري في مكانه ولا يرتطم بعضها ببعض، لأنه تقدير العزيز سبحانه، العزيز الغالب القاهر، الذي إذا أمر بالشيء يستحيل أن يكون على خلاف ما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقول كن فيكون. فهذه عزة الله سبحانه العزيز، وهو العليم سبحانه. يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يبقى الشمس في فلكها تجري، وهنا الليل والنهار، الشمس تأتي بالنهار، القمر يأتي بالليل، يبقى هما الاثنين متعاقبان، الشمس والقمر. والقمر أسرع من الشمس، ولا ينبغي للشمس أن تدركه. هنا الله عز وجل يخبر بذلك، وهم يكتشفون ذلك، يقولون الشمس تجري بسرعة 12 كيلو في الثانية، القمر يجري بسرعة 18 كيلو في الثانية، لا تدركه أبدا، لا تدركه، وكل في مساره وكل في فلكه، ما بيخبطوش في بعض وهم يجرون. فانظر إلى تقدير الله سبحانه وتبارك وتعالى العظيم العجيب، اللي لو رأيت كيف تجري هذه الأرض، تجري تلف حوالين هذه الشمس، الشمس تجري بكل المجموعة الشمسية التي هي حولها، القمر يدور حوالين الأرض، بيجري حوالين الأرض، والأرض والقمر يجري حوالين الشمس، والشمس بما فيها من الكواكب، السيارة التسعة اللي حولها أو العشرة، بتجري في الدرب بتاعها في المجرة التي هي فيها. كل شيء يسير ويتحرك، والله العزيز الغالب اللي دبر هذا كله. ده يمشي كده وده يمشي كده، قد ايه هؤلاء مليارات المليارات من الكواكب والنجوم اللي موجودة، اللي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول لنا سبحانه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه هنا في الحديث أن الشمس تستأذن ربها، يبقى في كل ليلة تستأذن الشمس ربها أن تطلع من مشرقها، لغاية ما يأذن الله عز وجل بالساعة أن تأتي العلامات الكبرى، فتحبس الشمس، تحبس الشمس، ولا يؤذن لها في أن تكمل، تكمل الدورة حتى تصل إلى مشرقها، فيقال لها اطلعي من حيث جئتي. يبقى هي جاءت في غروب، في وقت الغروب تطلع من مكان الغروب، فإذا طلعت من مكان غروبها كانت العلامة الكبرى للساعة، وذلك حين لا يقبل الله عز وجل توبة العباد، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.